سعدنا جدا في هذه الحلقة ان احنا نكون بنلتقي مع اخونا المرنم الجميل غسان جرجيس. اهلا بك يا غسان. اهلا فيك. احنا سعداء بكل الترانيم اللي رنمتها معانا في الحلقات، ونفسنا نعرف ازاي يعني حضرتك بترنم. هل انت بترنم من انت طفل ولا ازاي بديت الترنيم؟ من أنا طفل كنت أغني لأم كلثوم وعبد الحليم من عمري 6 سنين، وأغني في المدرسة وفي مسرح المدرسة، وكبرت على هالشي ولغاية ال20 سنة رحت على الجيش وأنا بغني أغاني في سوريا طبعا. أيوة في سوريا، في شمال شرق سوريا، في الجزيرة اسمها المالكية، نعم، حاليا ديريك، نعم. فربيت على هالأغاني والألحان وانتسبت للمسرح في البلد، وكنت ممثل ومغني في المالكية، نعم. في المحافظة ككل، في الحسكة والقامشلي والمالكية، نعم. ولغاية ما رحت على الجيش كإنسان عادي، بعمري ما فت على الكنيسة ولا أعرف شيء على المسيح، ولا يعني كإنسان عايش في بيت مسيحي بالاسم وبس. ايوه. ورحنا على الجيش، انا رحت على الجيش ورجعت بالاخر 83، بالشهر الثامن تصرحت من الجيش ما بعرف شيء على المسيح، وانخرطت في الحياه الفنيه. يعني كنت يعني بتغني في افراح، في مسرح، في كذا؟ في المسرح دائما، على المستوى المحافظه، على المستوى، نعم، مهرجانات هيك. كان أسسنا فرقة صغيرة، عندي ابن عمة لأمي شاعر وكاتب، فكنا نأسس فرقة صغيرة ويكتب ونلعب مع بعض ونسكر مع بعض، ويعني نعمل كل شيء مع بعض، بعيدين عن الرب خالص. مخدرات، كل حاجة، القمار، احيانا كان اسهر على طاوله القمار يومين يجيبوا لنا الاكل على الطاوله. فعشنا هيك، وبعدين يعني صار حياه الالحاد، يعني نحكي على الله، يقول لنا الله، نقول الله في الطنجره، يعني طنجره يعني الحله بالمصري. سمينا الفريق الطنجره البخاريه، فريق التمثيل، فريق والاغناء، الفريق اللي نحن شله، اللي نحن نجتمع دائما ونلعب مع بعض نهيص مع بعض. كنتوا قصدين بهذا الاسم يعني نوع من الاحتقار لوجود الله تقريبا بهالمعنى، يعني انه خلص الانسان هو الشيطان وهو اله وهو كل شيء، تحب تكون خير تكون شرير. ما كان في ضوابط، ولا انا بعمري ما مسكت كتاب مقدس وقريت لحتى نشوف من حولنا من هاي وماشيين على هالمنوال. يعني غريبة. طب وبعدين كان سنك، عمرك كام في الوقت ده؟ في 23 سنة. 23 سنة. فأحد المرات المسرح أو المركز الثقافي عندنا في المالكية طلب من قرايبي اللي هلا حاليا أنا أشكره كتير، لأنه حاليا هو قسيس إنجيلي كمان. ده اسمه؟ هو الاسم المعترف عليه رياض إيليا، لكن هو اسمه جوزيف إيليا، نعم، في الهوية. كان قال يعني كان وقتها مش أسيس ولا حاجة، لا كان معنا في الشلة وملحد في الطنجرة الإسماعيلية. أيوة البخارية. أيوة. فطلبوا منه أنه يقرأ الكتاب المقدس العهد القديم والجديد، ويطلع المتناقضات في الكتاب المقدس بشان يضربوا على أساس في العهد القديم مش معترف عليه. ومن مين اللي طلب منه؟ المركز الثقافي، نعم، في المالكية، نعم. فبلش هو يقرأ وغاب، ما بقي نشوفه نحن. سألنا عليه رياض طلب الرب هلأ وقت طلب الرب نسأل عليه في الكنيسة نسأل عليه. يعني بدل ما يبحث عن أخطاء في الكتاب صاده. أيوة. وخلاه مسيحي. أيوة. وطلب الرب وبعدين زارني، قلت له إيش قصتك، جنيت؟ بلهجتنا السورية، نعم نعم، قلت له جنيت يعني هلا نحن شباب، إيش الله ورب على أساس مون طنجرة البخارية. بلش يحكي لي على المسيح، وأنا شفت من خلال قراءتي للكتاب المقدس شفت أنه
كل الكتاب فيه شغلات نحن ما نعرفها. نعم. فبلش يدعيني على الكنيسة ودعاني عدة مرات، أقول له روح ما باجي أنا. رياض إلي اللي هو دلوقتي الأسيس. أيوة. جوزيف إلي. أيوة. فعدة مرات رفضت، بعدين إجا قبل عيد الفصح قال لي إيش رأيك مدام أنت تعزف وصوتك حلو تجي نسوي سكتش في الكنيسة على عيد القيامة. قلت يلا نروح نشوف هالهرطقات أش طريقة ذكية منه برضه. أيوة. هو كان ترتيب من الرب يعني. نعم. والرب استخدمه في هالشي. فرحت وعطاني كاسيت نجيب لبيب رقم واحد، السكتش كان ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه، ماذا يحمل غيري ولا. فلما بلشت أحفظه وأعمله موسيقى لما رنمته في مقطع أثر فيه كتير كتير جدا، لمس شيء من داخلي. بعض كلمات. أيوة. حبك للشر ألهب ظهري بالصياط وعناد الشر فجر جنبي بالحراب. هذا الربع بيقوله للإنسان أنه، فحسيت أنه هالكلام لألي خاص، فيعني أثر فيه. وبعدين بس طلعت كأنه شيء لم يكن. وبعد شهور، عدة شهور، صرت أتردد على الكنيسة، مرات أعزف ترانيم، صار تناقض يعني، صار شد أنه العالم ولا الرب صح ولا العالم صح. طيب هالعالم كل اللي عم تمشي هي غلط وهدول المجموعة الصغيرة هن الصح ولا الكتاب المقدس الصح؟ لأنه ما في ناس عم يعيش في البلد الكتاب حقيقة الكتاب المقدس. نعم. فصار صراع في حياتي. ومرة جيت من حفلة كنت شربان يعني مخمور، وكانت الساعة 4 الفجر. عادة رجعت أقرأ أدور أبحث في الكتاب أنه شو على اللي عم يصير. 4 الظهر ولا بعد الفجر؟ في الفجر. فركعت في الغرفة وقلت له يا رب إذا فعلا أنت إله هالكتاب وأنت موجود وحي في الفجر يعني. أيوة. وأنت سكران الصبح. أنا جاي من حفلة بعد نص الليل، وفاتح يدي هيك وعم بقول له يا رب إذا فعلا أنت إله حي موجود، إله هذا الكتاب موجود، اثبت لي ذاتك وأنا أخدمك طول عمري. وحسيت أنه فعلا شيء هيك لمس إيدي وملأت الغرفة هيبة الرب. يا سلام. وملأ كياني كله بالفرح. فردت الساعة 4 الصبح أروح أدق على الرياض أقول له فعلا في إله، في فعلا في يسوع. التغيير سريع فورا. ونفس اليوم ثاني يوم قمت يعني رفاق السوق كلها تركتها، صرت دائما مع رياض. ما فيش طنجرة. لا 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 لا. ف يعني رفقاتي وينه هذا جن، هذا زي مثل رياض إيليا جن. ونشكر رب بلشنا نخدم. وتركت المخدرات والقمار والعلاقة في نفس اللحظة، السجاير كل شيء في نفس اللحظة. ثاني يوم كأنه إنسان جديد وتغيير كامل، ما رجعت لهاش تاني أبدا لليوم. الكلام ده سنة كام؟ كانت سنة 83، نهاية 83. نعم. 6/9/83. طيب قبل ما أختم معاك اسمح لي كمان أسألك سؤال هام جدا. شفنا ابنك جورج وأنا شفته في مؤتمرات كتيرة، هو بيرنم وانت بتعزف له أو انت بترنم وهو بيعزف لك، وده حاجة نادرة وانتوا عايشين في أوروبا في ألمانيا، يعني ان ابنه أبوه يخدموا الرب حاجة تفرح القلب. وفي أوروبا يعني بيقولك الشاب الأوروبي شاب بعيد مع انه ولد في أوروبا أو يعني راح هو طفل أوروبا، إيه يعني إزاي ده تم؟ ده حاجة جميلة يعني. هو لما من البطن نحن صلينا وكرسناه للرب، قلنا له يا رب هذا مكرس مثل صامويل أنت لألك. وزوجتك سوزان. أيوة. فهو صغير طفل عمره سنتين ربي على الترانيم الأخ نجيب لبيب، كان عندي نسخة كاملة وعندي ريكوردر في البيت. فجورج دائما يسمع ترانيم، ما كان عندي تلفزيون، كان يسمع ترانيم وربي على هالشي. فلما جينا أوروبا وكان يرنم عمره 6 سنين معي في سوريا، يطيلوه على المنبر أشجعه أرنم معه بالتبادل مقطع وراء مقطع هو. فلما جينا على أوروبا صليت يا رب يعني جورج. كان عمره كم؟ كان 9 سنين. 9 سنين. فصليت أنه كان شوق قلبي أنه أنا أترك العزف وأتفرغ بس للترنيم.
وبلشنا نعلمه الموسيقى والرب هيك نماه بسرعة. يعني كان عمره 10.5 11 سنة كان معنا في الفريق، حتى في أول مؤتمرات اللي خدمنا مع الأخ زياد شافوه الطفل شحادة. الطفل عم يعزف، سمعت إنه واحد نزله من على المنبر. قال ايه الطفل ده؟ قال انزل انت شو بتتخرب. قام الأخ زياد قال وينه الولد الصغير كان يعزف كويس، طلعوه فرجعوه. من يومتها الرب. وشعورك انك انت وبيتك كله وكمان ابنك بتخدمه الرب، ايه شعور اني تقدر تقول اما انا وبيتي فنعبد الرب؟ تقول ايه للمشاهدين يعني؟ انظر للكاميرا وكلمهم. شعور رائع، لانه دائما كان صلي انه اما انا وبيتي فنعبد الرب. والرب عطاني خمس اولاد، ولدين وثلاث بنات كلهم خدام للرب. بنتي الكبيره كمان جورجي تعزف بيانو مع الفريق الألماني وترنم معاهم، وبعدها مرسلة دائما تروح على الهند وعلى أفريقيا. ففرح كبير مقدر عبر عنه أنه أشوف أولادي خدام للرب، وهذا كان مشيئة الرب في حياتي. لأنه أنا عشت الرب في البيت وفي الشارع وفي الشغل، يعني أي ما أكون عايش الرب وشهادي للرب. فالرب أكرمني في أمين. وكمان جورج درس بمهندس موسيقى وصوتيات. أيوة. خد من ألمانيا دراسات عليا علشان يكون سبب بركة كمان. المجد للرب، هذا فخر لألي من الرب. أخونا غسان جرجيس شكرا ليك، وبصراحة بهنيك على بيتك الحلو، على كل يعني أجمل شيء في الوجود أنك أنت وبيتك بتعبد الرب. يرجع كله المجد للرب. شكرا جزيلا. أمين. شكرا. أحبائي المشاهدين، بعد ما سمعنا اختبار ولا أروع، اختبار من شخص ملحد كانوا مسمين فرقتهم في الغناء والخطية فرقة الطنجرة يعني الحلة البخارية، ولما سألته ليه قال علشان لما كانوا يقولون في الله في ربنا كنت أقول ربنا في الحلة البخارية، نوع من الاستهزاء. لكن حينما سمع عن صليب المسيح، وحينما سمع كيف أن يسوع المسيح ذبح على الصليب لأجله، ما قدرش يقاوم هذا الحب. كما أني قريبه وصديقه رياض اللي فتح الكتاب المقدس علشان ينتقده، الكتاب صاده بدل ما هو يطلع أخطاء في الكتاب، وجد نفسه أنه هو المخطئ وهو الخاطئ، فركع وسلم حياته. الآن هو الأسيس جوزيف إيليا الذي يخدم الرب. كلام جميل. وماذا عنك وعنك؟ أخاف أني زي بنات أورشليم بنحضر أعياد واحتفالات، بس كما قال المسيح لبنات أورشليم: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. إن كان بالعود الرطب يفعلون هذا، فكم في اليابس. بيتأثروا بالمسيح تأثر عاطفي دون تغيير قلبي. لهذا أصلي أن تكون هذه الحلقة اختبار أخونا الحبيب غسان جرجيس وابنه المرنم والعازف جورج جرجيس سبب بركة لحياتك. صلي معي في هذه الحلقة، هركع في هذا المكان. وأكثر حاجة أثرت فيا أني هو وبيته ملك للمسيح، عياله الستة خدام مرسلين فرحان. وإنت كمان تعال صلي لأجل بيتك، اركع معايا وقول له: يا رب يلي غيرت ناس ملحدين عايشين في المخدرات، عايشين يا رب في البعد عنك، قدام صليبك القلب اللي كان قاسي داب ورجعوا ليك يا رب. أنا بصلي لأجل نفسي، صلي أذكر خطاياك، قل له: يا رب بعمل كذا وكذا وكذا، لكني كنت بعيد عنك، كنت جاهل، كنت مش فاهم إنك مت لأجلي، بسلمك حياتي يا رب. صلي لأجل أولادك وبناتك، جوزك، اطلب الرب لأجله، اطلب الرب لأجل مراتك وأولادك، وقول: يا رب كل أمانية في هذه الحياة إن نكون أسرة مقدسة. أقول مع يشوع النبي: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. أحبائي المشاهدين، بعد قليل سنستمتع بهذه الترنيمة اللي كانت سبب تغيير وشرارة أولية في إيمان أخونا الحبيب غسان جرجيس. سنستمع منه ومن الفرقة الجميلة معه في هذه الترنيمة: ماذا يصنع لكرمي. وأصلي أن تكون هذه الحلقة بركة لحياتك.
الهبى ظهري بالصيام وعناد الظلم فجر جنبي بالحرام حبك للشر الهبى ظهري بالصيام وعناد الظلم فجر جنبي عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.